قالت لي فريكوانسي تيبل، خلينا نشوفها في الناين بس عشان انه انت تشوف كيف انه الشغلات هذه بتشتغل، وبعدين حناخد بالبايثون كود كيف انه احنا بدنا. ريجريشن مثال على البيزيان، البيزيان في الكاتيجوريكال، تمام. الريجريشن بيكون التارجت، انا عندي نيوميريك، حيكون درسنا المحاضرة الجاية ان شاء الله ريجريشن. اشتغلتوا انتوا على الناين قبل هيك صح؟ طيب كيف؟ اوكي طيب، هاي خليني اعمل ران لهدول كلهم. هاي الداتا سيت، طلع لي على الداتا سيت. هذه عبارة عن داتا سيت مكونة من مجموعة من السجلات، يعني عدد السجلات 58,000. شايفين الرقم؟ شايفين ال 58,000، تمام. وعدد الأعمدة أنا عندي 10، عدد الأعمدة أنا عندي 10، تمام. حجيت هنا أعمل بارتيشنينج للديتا، قسمها لجزئين، جزء ترين وجزء تيست، وهذا الكلام أنتم أوريدي فاميليار معه، تمام. وهنا البيزيان ليرنر، حدد إيش هو الكلاس اللي أنا بدي أعمل له بريدكشن، تمام. حدد الكلاس اللي بده يعمل له بريدكشن، واللي هي عباره عن عمليه كلاسيفيكيشن، نعم، تمام. لاحظ هنا الكوركشن ايش حاطط هنا؟ ديفولت بروبابيليتي، يعني اي حاجه البروبابيليتي تبعتها زيرو بده يعتبر انه البروبابيليتي تبعتها 0.0001، واحد بعد ثلاث اصفار من الفاصله العشريه، يعني قيمه ضئيله جدا جدا جدا. هذا هو الكوركشن. صرت فاهم ايش معنات الكوركشن هنا كيف؟ صحيح صحيح بالضبط، هذه كوركشن ميثود، انه هي بديل على الكلاس، انه اضاف قيمه ضئيله جدا جدا، يعني بدل ما يضيف لكل فريكونسي واحد، خلاص افترض انه اي حاجه البروبابيلتي تبعتها زيرو اعتبرها انه هي مش زيرو، حتكون 0001. كيف؟ اي حاجه البروبابيلتي تبعتها طلعت زيرو عنده في الكالكوليشن بستبدلها ب 0001، تمام. وهنا مينيموم ستاندرد ديفيشن برضه حط هذه الشغله، تمام. اوكي طيب، هجي تشوف لي الموديل هنا ايش بتطلع انت عندك. لاحظ انه ما دام انت عندك في هنا هاي مخرجين، تمام، انت عندك المربع اللي هو الموديل، وعندك المثلث اللي هو عباره عن الستاتستيك تيبل، فعشان هيك انت عندك المخرجات هنا هاي هتنتين. هاي البيزيان موديل، هذا عباره عن باينري اوبجكت، انه ممكن انه انت تحفظه انت عندك على الديسك وتعمل له لود فيما بعد، فبالتالي لما تعمل له لود ممكن تستخدمه في البريدكشن بدون ما تعمل كاونت من اول وجديد. خلاص انت اوريدي عملت كاونت من الداتا سيت، من التريننج داتا تبعك. اما هنا الاستاتستكس هي عباره عن انه انت عندك انه كل سجل ايش الاتريبيوت، ايش الفاليو، ايش الكلاس، وقديش الكاونت تبعه، وقديش كان الميسنج، قديش المين، وقديش الستاندرد ديفيشن. في شغله هنا اللي هي الفيو نايف بايس ليرنر فيو، شايف هدول فايل، ايش راح اعمل لك هنا؟ كاونت فور كولوم 9، تمام. هنا راح حط انه الكلاس، كم كلاس احنا عندنا؟ عندنا 6 كلاسز، 7 كلاسز، تمام. راح اعمل كاونت للكلاس 0، كاونت للكلاس 1 2 3 4، هذا الكاونتس الاساسيه.
بعدين هنا راح عمل انه جاوشن ديستريبيوشن للكلاس 0 بير فاليو كلاس، لانه انت لو طلعت هنا هاي كلوز وتطلع لي هنا كل الاتريبيوتس النيومريك ما عدا التارجت انت عندك عباره عن كاتيجوريكال، فبالتالي انه استخدم البي دي اف عشان يحسب البروبابيليتي. تمام، استخدم البي دي اف عشان يحسب البروبابيليتي. وين البي دي اف؟ استخدم هي وفيها هنا المين والستاندرد ديفيشن، المين والستاندرد ديفيشن، فبالتالي انه حسب البروبابيليتي لهم كلهم. لاحظ انه المجموع المفروض يكون في عندك واحد اللي هو عباره عن 79 15 و6. تمام؟ كيف يعني؟ صحيح، في فاليو معينة ممكن تكون لأنه الكلاس أنه مش موجود، زي ما شفنا هنا. هاي 0 على 5، انه لما كانت انه اوفركاست بلاي نو 0 على 5، 0 probability وارد. تمام، فهي الفريكوانسي تيبل انت عندك عمل لك اياه لكل الاتريبيوتس انت عندك على شكل كيف؟ ايش يعني لكل؟ صحيح بالضبط، هاي كولوم 0، هاي كولوم 1، كولوم 2، وهكذا. تمام، لكل فيتشر. صحيح، ما هي ورجيتك اياها هنا، طلع لي هنا على الداتا سيت انت عندك كله هي اي اي اي، كله عباره عن انتجرز، كله عباره عن نيومريكس زي ما انت شايف هنا، ما عدا التارجت انت عندك عباره عن كاتيجوريكال. اوكي تمام بالضبط. وهنا ايش بتقدر تطلع؟ بتقدر تطلع الاكيورسي ستاتستيك. تمام، عندك الاوفر اول اكيورسي انت عندك 0.57 which is يعني مش تمام. صحيح، وهي الكونفيوجن ماتريكس انه ايش الكلاسز اللي هو بيغلط فيها. تمام، كيف بتجرب كلاسيفاير تاني، وبتشوف بتقارن بيناتهم. تمام، هلقيت انا ايش بدي اسوي؟ بدي اعمل لك مثال من اول وجديد سريعا. فهي نيو ورك فلو، وهنا بدي احط ان انا بدي اعمل لود لسي اس في، والسي اس في تبعتي انا عندي اوريدي الويذر داتا سيت، فخلينا نشوف هاي الجولف تعرف عليها، وبعدين بدي استخدم البيزيان ليرنر. تمام، يفترض انه اعمل سبليت انا، بس انا بدي اورجيكم الفريكوانسي تيبل سريعا. فهي الداتا سيت انا عندي زي هيك، وهي بدي اعمل ران للجميع هنا، بس بتجرد انه اعمل اوكي وهيك يفترض انه هو يشتغل، فطلع لي هنا على الفريكوانسي تيبل. لاحظ انه هنا حسب الكلاس انه هي 14 سجل، نفس المثال يبقى هو بيشتغل بنفس الطريقه بالضبط، 5 نو 9 يس. تمام، وهنا حسب للهيوميديتي، وهنا الكلاس انه حط علامه استفهام، مره عمل بالنو ومره بعمل باليس. اوتلوك الكلاس علامة استفهام، هاي مرة نو هاي مرة يس وهكذا، فبالتالي انه صار انت يبقى الموديل عندك هو عبارة عن فريكوانسي تيبل، عبارة عن probabilistic موديل. هذه الفريكوانسيز بتحفظها وبتعملها لود فيما بعد عشان تعمل بريدكت بناء على الكاونتس هدول. اوكي؟